الحمد لله. طبعا احنا حاطين بلان من بداية الرالي من بداية السيزن ان نشارك وناخذ الماكسيمم بوينت في كل رالي نشارك فيه. طبعا بتشكر الهيئة العامة للرياضة متمثلة بالدكتور حمود فليطح والدكتور صقر ملا والدكتور علي ملوي، كافة العاملين في الهيئة العامة للرياضة ونادي باسل، الشيخ علي فواز والشيخ عبد بن نايف، دراج 965، الشيخ محمد خالد جراح، خطوط الجوية الكويتية، ار اس تيم، ام ام اس رالي. صراحة يعني الكل وقف معانا، لولا دعم المجموعة هذه كلها ما شفت مشاري الظفيري قاعد يشارك ويحقق انجازات خارج دولة الكويت. اقول لهم يعطيكم العافية وان شاء الله ان يعني راح نعطي اكثر واكثر في المستقبل ان شاء الله.